يا مساء الخير والورد، كيفكم؟ شو اخباركم؟ انت كيف واحد يزعلك؟ ما بتزعلي بسهوله؟ لا. ها؟ لا. شو ما حد يزعلك؟ حلو هذا اللون علي؟ كثير حلو. طالعة. حلو؟ طالعة شو؟ عسل. عسل بس لونه ازرق. عسل لونه ازرق. في عسل لونه ازرق يا جماعة؟ ما بعرف لأنه نحن مو محترفين. العسل. أكيد لا. أنا بعرف في لون أصفر، في لون أبيض. إيه وفي العادي. في البني، في البني الغامق، في الأسود. بحب هالكلمة. مسحوبة. هلا بلشت المغامرة. هلا بلش التعب. هلا بلش الفتل. والدورة. وجع الرجلين. أي شيء غير لبسي. وجع القلب. حالي مرتاحة. أوكي. شوفوا أنا جبت معي لبس على أساس أول ما أخلص تصوير أجي على المول أبدل وألبس يعني لبسي العادي، بس نسيته بالبيت. كنت محضرة يعني لبس شو اسمه بنطلون وفوق وشال وكل شيء. بس يعني. حلو هذا، ليش ما حبيت؟ لا يعني شو أبد يعني حلو لبعض الأماكن مو لهون للمول. هلا من وين راح نبلش؟ خلنا على أول محل، هذا المحل المفضل بالنسبة لي تقريبا. أغلبية تبسي من هذا المحل. ولا أوفر؟ لا أوفر، أوفر سايز. هلا أنا جاي أخذ أشياء يعني حلوة. جاي أخذ أشياء أوفر. يعني مو هيك يومية. هذا شو هذا؟ لا ايه شفاف. لا ممني هذا ما حلو. ما صار ما بحب القمصان، ما بعرف تجي كواليتي القمصان. القماشة تبعيته شوفوا كيف. مثل الورق؟ ايه مثل الورق هيك بتجعلك. شو رايك بهذا الاختراع هذا؟ شو هذا؟ بنطلون فوق بنطلون؟ يلا يلا. يلا. امشي انتي. امشي بلشت تخبصي. خبصتي بلشي. واو حلو هالشغل. بتلبسي هيك شيء؟ اسمع شو بدك تلبسي؟ الزوف وزن. هاي اذا بدك تتقاتلي معي بوكسيني بتلبسي. ليه؟ اوكي في شي ببالك معين انت؟ يعني بصراحة جاي شهد وما في شي ببالك. اوكي يعني ما حطها شي معين ببالك. خدي هذا بنطلون اوفر سايز. هدول رجال ولا نسواني؟ هدول نسواني. بدي هيك شي انا بس رجال. هيك هذا هو مقلوب ولا قلبينه؟ هي هو هيك موديله. لا ما بحب انا هيك اشياء غريبة. لا شوفوا سماكة الجاكيت هذا والله غريب. شوفوا هيك بس كيف على اللبس راح يطلع؟ اكيد ما حلو. هذا الاوتفيت اللي بعيد ميلاد هذا كنت داخل فيه. اول مرة بنزل على السوق مع شاهد وعم ندور على لبس. غريبة صح؟ خل عندك. ليه؟ بالله انت ما بتحبي بناطين جينز هدول العراض؟ ما ملك ولا مرة لابس الستايل. انا عندي اثنين ثلاثة هيك مشان نصير نطلع ماتشي ماتشي. هلا هو بده يقول انه هو بيلبس هيك هذا الستايل اللي انا خليته. شوف شو شافت؟ شافت شيء مثل جاكيت. لازم تقلد. تقريبا تقريبا بس بس القماشة اختلفت. والله بس القماش هذا احلى. يصير جربي؟ يصير جربي. المشكلة بدي بس بدك شيء ثاني. ما في هون عربانات؟ لا. مفروض نحن كنا نجيب عربانات كارفور. معك في هذا البنطلون حلو. الفتيات المحاربات. لا طبعا لا. هيك شيء كرتون؟ انت ما بحب اشياء البس انا كرتون. انا عجبني هذا. بس لغاية هذا الستايل ما بحبه انا. لغاية ما شفت هالفتحة. في فتحة ورا؟ طيب هذا ان شاء الله. نفس كله الفيلم. مفتح كله مفتح. راح على قسمي انا كله حاطين. هذا البنطلون 100,000 مره جينا عليه اوكي وكل مره بنمسكه وما بناخذه 100,000 مره. هذا نسواني بيبي. انت لازم تلبسي هيك شيء. انت عندهم هذا البنطلون عندي او هذا عندي اياه. بحس ما جايبين شيء جديد. مول مجيد اخر مره لهون بيجامه هيك مخططه حلوه. انا حبيت هاي البلوزه. شو فيها هاي فيها؟ قلتي مره اخذ شتوي مره اخذ شتوي. رحتي على الشتوي؟ لا لا مو بس هذول. لا 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 مو هو. لا البس هلا.
هلا مو برد حتى تلبسي هدول بيبي. اغير لبسي هذا ما حبيت. ما حبيتي؟ والله هو هذا. ما هو هذا تعرف شو مكتوب عليه قياس؟ هذا مكتوب عليه 38. هلا كل شيء له ستايل، هذا له ستايل ثاني، هذا زينز وحركات تحته وهيك. ما هو هلا هيك الستايل. اعطوني رايكم انت يا جماعه. البنطلون من سود تحته راح يكون بنطلون جينز. اوكي؟ 10 من 10. لا تاخذي هذول السود حبيبي، صار عندك سود كثير. انا بدي هلا البس حاليا اغير لبسي، هذا حاسه حالي غريبه الاطوار. طيب ماشي. غير انا صراحه اول ما حندخل عليه. اوكي وصلنا ساعة جواته، صار كم واحد عم يسأل؟ ما انت مختاري اشياء ما حلوة. اوكي بنطلون حلو. ايه والله البنطلون طلع حلو على اللبس. في 34 في اجيب لك اياه. كنت عم ادور لك على 38. 38 ما كان في. لبس شكل لبسة هدول حلو كتير. بصوف اقسم بالله انا ما عم تركب معي شهادة البصوف. ما عم تركب معي، والله ما عم تركب معي اقسم بالله. يعني اجواء مو اجواء صوف ابدا. الله ممكن انه بالليل بصير ارصد برد، واحد يلبس بكم خالص لو ضاع. ما بعرف تلبسي هو عريض. لا عريض هو كله عريض هذا. اي لا هذا رجل. لا هذا نسواني سكشن تبعك. لا يا بنت شو عارف يا جماعه هون النسواني ولا رجالي صاير كل اللبس عم يشبه بعضه. لا هذا سكشنك حبيبي. شوف هذا اللي شو بكي على الاشياء الغريبه. انا ما بلتبس لا اي شيء. اوكي سواني هذا رجالي ولا والله ما بعرف. يعني هاي نسواني لبسكم محطوطين بين لبسنا. لحظه انت منين جوا؟ انا مو هذا اول شيء. ها اول شيء نسواني. انا مطبقه اللبس هيك طالع سايد. ما بس ما حابب البلوزه السوداء على البنطلون. ما حابب البلوزه السوداء على شو؟ على البنطلون بحسهم مو لبعض. لقيت بلوزه بيضاء. انا لازم لي بلوزه سوداء. اسود ما عندي. ما هو انا بحب الاشياء البيسك. ايه البس شيء اسود. اسود ابدا ما عندي. بس ما شوفي لون لونه باهت. بدي اسود يكون لونه مو باهت. وين راح شافت لي شيء؟ واو هذا بده يطلع ضب علي وانا ضب ما بحبه. ما فيش وياسو اكس 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 سمول جايبتي. لا سمول بس سمول بدي ميديوم. قال لك في منه ابيض؟ لا ابيض لا ممنوع. ابيض لا لا بيطلع ما في ميديوم لانه بدك بلا هذا ميديوم؟ ايه تركبها ما في حجة. رح اقيسه وشوفه. في منه ابيض بدنا. لا مو حلو ابيض رجال ابيض. سيمان عنده عقدة شيء اسمه ابيض. خلاص ارحمنا من الابيض. مو عقدة مو عقدة يا جماعة. بحب لون ابيض طلع طلع في جد بحسن. طب هي الالوان كمان الثانية بطلع فيها جد والله. هذا مش خلينا اقيسه وبعدين اقرر. بس خلينا نلاقي يعني يطلع ضب كثير علي وما يعجبني. مبدئيا بس اقيسه. يلا ما انا فرجيكم بلوزه شهد عبد الله طالع حلو كثير بس انا ما عاجبني كثير كثير ضب. حاسس حالي مخنوق. حدا ربطني والله بجد. انا حاسه حلو. تعال المرايه. كثير حاسس حالي مربوط بجد. صورت اصور والله حلوة. دير شوي دير لعملنا لفة عملنا مو كله عريض عريض عريض. حلو هيك لبس كمان. طيب نجرب الأكبر. بس ما بظن فيه. ما بظن فيه. فيه بس اس. في الاصغر اس. هذا اس. لا من هلا شوفي هون ابو جان. طب بدك تقيس الاس؟ لا لا بدي اسال لو بس ايش بيعرفني؟ انا شوفك فاكرين انه انا ضعيف. شوفوا هذا ميديوم انا ما بنفع. صح. لا انت ضخم شوي. لا هيك شعر ضعيف شهد. ليه ما بتغير؟ ما بغير طلع ما في منه لارج. اوكي رح افرجيكم اياه على المرايه وانتم اعطوني رايكم طلع حلو علي ولا لا. وبعدين اذا قلت اوكي مناسب قياسه علي برجع بجيبه.
نسوانيات. لا قرر يلا. لا. خلص. إذا ما حد يلبسه لا. مخنوعة بتودع والله زمان. طيب خلص. عصر لي عصر. طيب. يلا أوكي رح أشلحه ورح أقيسلكم طيب أبيض. رح أقيس الأبيض لارج. قد ما عندي. في منهم على أونلاين إذا عجبني الأبيض لارج بس قياس ما رح ياخذه والله. شفاف. ما رح ياخذه. ما رح ياخذه. بس قياس. ما عقد من لون ابيض شهد في هذا القياس اللارج لون الابيض ابيض فخامه شوفوا 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 اقسم بربي فخامه وقف جنبي مو عاجبه الحديث هذا اللارج لو هداك في منه لارج قياسه كثير مناسب بدك اياه يعني الابيض لا خلص ما رايح طالعين ستايل شفاف ما بيشوف ما بيشوف شو على الكاميرا ما بيشوف يلا جوانا بعدين نكمل نروح نخزن بيبي شو في مع اللبسة؟ مع اللبسة جاي هداك ما ضبط مع اللبسة اللون البيج اللون ولا الموديل؟ كل شيء حبيتي البيج؟ لا ما حبيته بس يعني انت يعني حبيته لما كنت شايفته بس لما لبسته طلع شيء ثاني خربت اللبسة أنا رأيكم خربت اللبسة؟ اوكي خلينا بقى اشتحه وبعدين رح ناكل ونكمل قول يا جماعة الابيض طلع علي حلو ولا لا اعطوني رأيكم يلا رح ناكل وبعدين نكمل الشوبينج والله جوعان والله جاهز انا اليوم طلعت على الميزان يا جماعة طلع وزني 74 يا خطأ في الميزان يا خطأ في وزني انا جاي من كوكب اخر صح؟ شو لا من هالدرجة آه. انه كثير ترتاح آه. لازم تاخذ راحتك زيادة لازم هي شو دائما دائما المدح يكون لا بس امدح حالي شوي زيادة بتصير طبعا المدح دائما ما بعرف شو بيصير البلوزة نسها في بالي البيضة بسرعة اعطوني رايكم فيها اوكي هلا بتروح تبرم بتجيني باكل طيب كثير بندم انا كذا مرة صار معي هيك نفس الموقف هذا انه هي ما بتاكل معي بتروح تبرم شوي بتختفي شغلة ربع ساعة 20 دقيقة بس لما بتجي بتجيب اكل طيب انت عم تحكي هيك لاني شاهد حكيت هيك انه انا لاني بلبس ابيض كثير انا كنت بفكر اخذ لون البيج بس لون البيج ما في قياس اللارج قياس الميديوم طلع صغير كثير علي يعني حاسس على ايدي عم بتوجع منه فقلت اقيس شو اسمه الابيض ممكن يطلع حلو بس فعلا طلع حلو اجت شاهد وجايبة اكل الظاهر اليوم ما راح اكل معها شوفوا شو جاي انا جبت هيك بصدم ما راح امد ايدي على اكله نهائيا الاكل كله انا ما باكله ما بعرف فيه صوص وحركات هلا معكرونه باكله بس الصوص جوا المعكرونه مش طيب عاده بتجيبه في اشياء غريبه لا اليوم مش حشاركه معي شو عم بيقولوا لبسنا طالع مع بعض بجنن اظن اللون الازرق ولبسي انا لونين طالعين ستايل والكل عم بيقولوا البيج احلى شيء ايوه البلوزه البيج هو مبدئيا كلامك شوي مزبوط يعني انه وجهي ضعفان زياده اوكي بس المشكله شو هذا شيء مو بايدي ما فيني لما اعمل دايت انا وانزل وزني انه اخلي الفات يضل بوشي او وجهي يضل سمين وانزل فات من اماكن ثانيه من كرشي من بطني من زندي فهمانين كيف؟ فيعني هذا مستحيل ولا حدا بحياته بيقدر يعمله ولا اي بني ادم بالدنيا بيعمله شلت راسك طلعت راسك تعمل دايت بعدين ترجع شلت اخلع راسي وارجع اعمل دايت بعدين ارجع راسي تعال شو في هيك في شعراي هون شلتها ما جبت لك روح شوفه يجوز جاهز وانت قاعد هون متكاسل ما بدك تاكل فهي الفكرة اوكي شي مو بيدي بس هلا بقى بس 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 هيك تقريبا يطلع وزني 2 كيلو 3 كيلو الدهون بتروح على وشي وشي بصحى عليكي حبيتي اكلك احكي الصراحة غصب عنك عم تاكلي اوكي وصل اكلي بطاطا كولا من 4 شهور ما حاطه في تمي انا هون برجر رح افرجيكم البرجر زيوت كيف عم تنزل منا يا بيبي الله يرحم الدايت بتاخذ عني ما
اشتريت بولر. ليش؟ يعني فينا نعمل مثله بالبيت واطيب صح؟ بس هيك بتعرفي دائما اكل برا اطيب. لا. اوه. بسم الله. انا بحب يطلع لي بكله ما تخيل. ما بيجي هذا المخلل العادي الحامض، لا بيجي طعمته حلو بالسويدي. شو بيستعملوه؟ شوي بدي بالك، ما رح والله. انا ما رح ما جبنا مي في عنا. وين؟ لا انا دائما هيك بحب ابلش بشيء واخلصه بعدين بروح على الشيء الثاني، لانك غريب ما باكل هيك مثلا لقمه من هاي لقمه من هوني، البرجر تبعي خلص رح ابلش بطاطا. يعني انتم شايفين هيك شخص بالحياه بياكل برجر اول وبعدين بس يخلص برجر بياكل بطاطا؟ شوفوا غريب. بعدين بشرب كولا. بعدين تشرب تعرف انا كيف باكل؟ تعرف اول شيء باكل بطاطا مرتين ثلاثه، بعدين بروح اكل برجر، بعدين برجع اكل بطاطا وبرجر بطاطا وبرجر، وبختم بالبطاطا. وطبعا بهالاثناء انا عم بشرب، يعني عم بشرب اي شيء طالب. لا لا هيك بس لانه حابب. انت غريب. لا حابب كل شغله استمتع بطعمتها. الله عليك. فاهمه كيف؟ يعني انا لو اكل بطاطا مع برجر ما راح استمتع طعمة البرجر لحالها، طعمة البطاطا لحالها. شوف لحد الان احنا ما قررنا نسافر ولا لا، هو المفروض كنا نسافر على السويد، لاني السويد هلا الاجواء كثير حلوه، مولات يكون فيها مسابح يكون فيها مطاعم يكون فيها محل العاب للاطفال، فمقررين ناخذ ادم وميرا وانا وشهد، وعم نخطط مع عم نفكر نطلع بالسفينة 5 أيام في جولة. سفينة كبيرة، بتعرفوا هي السفينة بكون فيها عادة كل أشياء بكون فيها. هلأ يمكن ما عاد في وقت 26، حتى يمكن بطاقة طيارات ما في، فرح لاقي صعوبة، بس ممكن أنا وشهد فيها. بتعرفوا الشتاء ثلج وجاي الكريسماس والحركات، بيحطوا إنارات بالشوارع، بيحطوا أضوية وبيعملوا حركات، الأجواء هون كتير حلو. بس لازم 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 نعمل سفر. خلاص صرنا فترة كتير طويلة ما سافرنا، ما طلعنا، ما رحنا، تقريبا وقت ما خلق آدم ما سافرنا ولا مكان. روان وريان ورغد، وممكن نشوف حدا تاني ناخده معنا، ما بعرف لحد الآن مش متأكدين ايه ولا لا. كتير 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 منا هو بيت روان وريان ورغد وأخوه وأما وبيت اختي بس فقط لا غير، لاني بصراحه الفكره طلعت ما حكينا لكم بالليل. صحيح يا جماعه ما سالتكم على الحفله كيف شكل الحفله، حبيت الحفله ولا لا، الاجواء الاشياء. مثل ما بتعرفوا الحفله ما كانت كبيره، بس عزمنا الناس المقربين، ففجاه قبل بيوم ما بزبط ولا قبل بيوم اي ساعه الساعه 10 بالليل، فكان هيك الموضوع. هذا اللي صار معنا في معالم كثير، المفروض يخبرون قبل باسبوع بثلاث ايام اقل شيء، حتى ممكن بلكي الناس عندها قصص عندها شغلات، فتجهز حالها. بنحكي مع بيت اختي، بنحكي مع بيت رغد كمان يجوا، فصارت سريعه. فعاده بتعرفوا اذا واحد بده يعزم حدا بده يعزم الساعه 10 بالليل، جينا من التصوير خطرنا لا لازم نعمل حفله لادم، وكنا مفكرين انا شاب بس شو نجيب له جاتو حط عليه شموع انا وياها، بس بعدين قلت خلص هلا اوكي ضعفت كثير، وجهي تغير ملامحه شوي، ممكن وجهي ضعف، بس هلا عم برجع برفع وزني، بس مو لدرجه انه صرت زومبي، بالعكس جسمي صار كثير حلو كثير صح، بيقدر يضعفوا حاله. ممكن انت عندك صحه زياده وزنك كثير ثقيل وما عم تعرفي تضعفي، فشو كل ما بتشوفي حدا منزل وزنه فبتغاري منه وتعلقي بالك هون كاني زومبي صاير. الله يسامحك الله يسامحك، هذا شكل زومبي.
الله يسامحك. انت بالظاهر عندك مشكله باللي ناس هي ما بتعيدي، يعني اذا وزنك تقيل ما بتعرفي تنزلي وزنك احكي لي انا ممكن.